ايوا صافي كاين سي الدريات معكم فيديو جديد. قبل ما نبداو الفيديو هذا منساوش ديروا لايك سبسكرايب بارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم باش يوصل لاكبر عدد ممكن ديال الناس. anyway, في هذا الفيديو هذا الكونسيبت ديالو كما شفتوا في العنوان في المينياتير اعلمكم هذا الدري هذا كيفاش تلعبوا بثلاثه الاصابع الطريقه اللي واعره بزاف وسهله بزاف. اوريكم اسهل ثلاث طرق ومراحل اللي هما يذكرهم لنا دابا الضيف سهل. المهم المرحله الاولى هي الكونترول هي اهم حاجه في هاد الحاجه كامله. يعني كيفاش غادي تقدر تدير هذاك الكونترول اللي غادي يناسب الاغلبيه ديال كلشي واللي كيديروه الاغلبيه ديال السيرفر ديال البرازيل تايلاند وتفهم معنا حتى السيرفر مينا اللي هي. المهم كلشي واللي كيديرو. وثاني طريقه هي كيفاش غادي دير حتى غادي تلعب داك الكونترول, يعني الصباع ديال كيفاش غادي تلعب مرتاح بهم ما يعذبكش ويجيك ساهل. وثالث حاجه هي التطبيق, يعني كيفاش غادي دير تلعب ويجيك ساهل. كيفاش تطبق داكشي كامل. كما شفت الدراري هادشي اللي قال لكم كامل نشرحوه في هذا الفيديو هذا. كما قلت لكم كملوا الفيديو حتى الاخر الا بغيتي تعلم ثلاثه ديال الاصابع في هذا الدري هذا راه محترف بزاف. كملوا الفيديو حتى الاخر غادي تشوفوا الاحتراف ديالو. المهم كملوا الفيديو حتى الاخر ونطلع عليكم الله يتزوج. المهم الدراري اول حاجه اللي غادي نشرحو لكم اللي هي الكونترول كما تشوفوا دابا في الهاند كام معنا. المهم الدراري اول كونترول اول حاجه غتمشيو هنايا غديروا هذه توجو هذه كما كتشوفوها الثانيه هذه غديرلها توجو والثالثه تاعي غدير لها وي كما كتشوفوا معنا بحال هكا. غادي نعاودو ها هو هذا الكونترول اللي غادي ديروا في الاول باش تبعوا معنا مزيان. المهم قادو دابا كونترول هادشي كامل اللي غنديروا دابا تبعوا معنا فيه. المهم هادي كبروها ولا صغروها فاش كترتاحو نتوما. المهم هادي تاهي كبروها مزيان باش ترتاحو فيها على حسب التليفون اللي كترتاحو فيه نتوما واش كبروها ولا صغروها. هادي ضروري خاصها تكون هنايا بلات هادي هنا الشرع هنا. المهم بحال هكا وهادي هي اهم حاجة هي وتنقاز غادي ديروها بحال هكا غادي تكبروها وغادي ديرو الانالوج باش متبقاوش تعذبو باش واخا ضغطو هنايا ولا هنايا كضغط ليكم هادي كتصغروها مع هذاك كتكبروا الثلج عادي بحال الكونترول هادي غير كيختلف هذا الكونترول هادي وتنقاز. المهم وكديروا بحال هكا ولا بغيتوا تكملوا بربع الصباع يمكن لكم حتى ديروا بحال هكا وتصغروا هادي شويه وديروا هاد الكريس هنايا. مع ان عندي تليفون صغير ومهرس ما يمكنش لي نضغط هنايا ماشي هاد التليفون هاد الدري ديال صاحبي ما يمكنش لي نضغط هنايا. المهم هذا المهم توريهم على الكونترول ديال ثلاثه الصباع حيت الناس كيطلبوا ديال ثلاثه الصباع بزاف اللي هي خفيفه بزاف وبنادم كيبغي يتعلم ليها. المهم هذا كما كتشوفوا الدراري هذا هو الكونترول اللي غادي تحتاجوا بزاف بزاف. هذا هو الكونترول راه المهم قادو قدامكم انا قلت لي قادو قدامو باش تشوفوا كلشي تبع خطوه بخطوه باش الا بغيتي تحترف مزيان يلا بصح ثلاثه الصباع الكونترول هو اللي بيتحتاج. راه في الاول غايجيك صعيب مي هذا هو في الاخر غايجيك ساهل حتى الدري في الاول جا صعيب ولكن في الاخر غايجيك ساهل يلا بصح وغادي تحترف ديال بصح. كما كتشوفوا هذه هي اول خطوه كما قلنا لكم. ودابا وصلنا لثاني حاجه اللي هي كيفاش غادي تحط صباعك وكيفاش غادي يجيك ساهل والوضعيه ديال صباعك اللي غادي تحط فيها التليفون والشده ديال التليفون باش تحكم مزيان باش ما تبقاش معذب معاه ويجيك ساهل. كما شفتوا قال لكم يعني كيفاش تقدر تحط صباعك على التليفون الطريقه كيفاش تحط صباعك وطريقه يعني كيفاش تقدر تلعب بداك الكونترول حيت بان لكم يبان لكم مخربق بزاف مي كاينه واحد الطريقه اللي تبعتيها وغادي غادي تحترف مزيان ديال بصح. المهم كملوا معنا فيه. المهم الدراري كيف ما كيبان لكم دابا كيفاش غادي تقدروا تلعبوا بهذا الكونترول اللي كيبان لكم مخربق وصعيب وشحال من حاجه. المهم اول حاجه غادي تدرب على غير تنقص تبقى غير تجري وتنقص بحال هكا كيف باش ما تبقاش تضغط لك هنا تكون كتجري وتنقز وما تبقاش عاوتاني تضغط بصبعك هنايا ولا شي حاجه. يعني طريقه الصبع اللي هي هذه كما كتشوفوا كما كتشوفوا ها كما كتشوفوا شتي كيبدل السلع دقه واحده يلاه سير كمل المشوار. المهم وثاني حاجه الا ولفتي على تنقز هنايا يعني ما تبقاش تويشي بهادي صافي كتويشي بها مره واحده وكتبقى دير بحال هكا كتويشي بهادي صافي بقا تويشيها بهادي قد تمشي تويشيها بغيتي بهادي تتولفها مزيان صافي تتولفها وتنقز عاوتاني تنقز يعني واحد جوج سيمانات نعطيك تولف فيهم هاد الجوج مزيان تحكمهم ما تبقاش تمشي لك يديك هنايا ولا تمشي لك يديك هنا يعني صافي تحكم هادو. وثالث حاجه يجمع بيناتهم بجوج بدقه واحده يعني تكون كتجري ودير بحال هكا تكون كتجري ودير بحال هكا ما تزقلش صافي حكمتيه انت دابا كضرب وكتسوي كتشوفوا اليوتيوبر شحال من واحد كيخبي عليكم ما كتعرفوش هاد الطريقه هذا كما كتشوفوا الصوره اللي كيدير بها والالقاء
المهم شي حاجه اللي واعره بزاف كما كتشوفوها الصوره. من بعد ما كتدربوا على هذا الشيء تبعوه هضرتو، الا ما فهمتوش عاودوا راه غادي تفهموا هضرتو مزيان اش كيقول لكم. المهم هذا الشيء كيخبوا عليكم اليوتيوبر كيفاش كيجيب وان شوت، ومهم نشرح لهم الطريقه كيفاش تنقز وتحط الام فوق الرشحه. كيشوف اليوتيوبر ثقيل في الزاد ديالو كيجيب وان شوت بواحد الطريقه اللي واعره. هذا السيل هذا يعني كيكون بنادم كيجري بحال هكا وهو كيضرب لهنا، ولكن انت فاش كتنقز كتجيب ليه هكا ما كيش ناقص في السما بهذه الطريقه هذه كتبقى ناقص في السما، كتحط ليه الان في ما بغيتي باش كتجيب هاد الشوط دغيا دغيا. يعني هو كيتلف ما كيعرفش واش يضربك هنا ولا يضربك هنا، هو ديجا كيكون ضرب لهنا وانت هو كيكون واقف. انت كتكون نقصتي وسويتي السلاح، يعني هو واقف لك كيقول لك هاك راسي وضربني صافي. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين كما كتشوفوا الدراري. يعني بهذه الطريقه عاودها كما نشرح لهم دابا، كما كتشوفوا شتي كيمشي بواحد الطريقه، كيمشي اللي هي عوج كيسحب ليه اللاعب الاخر، اللي الضو كيسحب ليه واش غيمشي لذاك الجنب كيصدق تاري ذاك الجنب، هذا كيصدق جاي فيه هاد الشوط اللي هي هاد الشوط بالنعناع كما كنقولوا. المهم هذه هي الطريقه، دابا ندوزوا للطريقه الثالثه. او دابا وصلنا لثالث حاجه اللي هي النتيجه شنو غادي يخرج الا دار فيها الكونترول ولفتي عليه ودوزتي بزاف ديال الوقت فيه والرومات والرانك وشحال من حاجه. يعني شنو غادي يعطيك هذا الكونترول وشنو غادي تولي دير به؟ يعني غتولي واحد الخفه بزاف. يعني النتيجه كيفاش غتخرج بهذا الشيء كامل اللي شرحنا لكم في الاول، النتيجه اللي غادي تخرج بها يعني، ومن بعد الاحتراف من بعد ما غادي داوم داك الشيء وغادي تفهمتي غادي تدوزوا في الاول واحد الصعوبه هاجاكم صعيب، مي حاولوا في الاخر غادي تخرج بواحد احترافيه اللي واعره بزاف. في الاخر غنخلي لكم واحد الفيديو على النتيجه ودابا غنوريكم كيفاش. المهم الدراري دابا غادي نخليكم مع اللقطات، يعني النتيجه اللي غادي تخرجوا بهذا الكونترول هذا ديال يعني كيتسمى كونترول برازيلي. غادي نخليكم مع اللقطات وشنو النتيجه اللي غادي يخرج لك في شويه اللقطات في 5 دقائق ديال اللعب. المهم كما كتشوفوا دابا كما قال لكم غيخليكم مع اللقطات من بعد ما هادشي كامل اللي شرح لكم دابا التطبيق كيفاش غتشوفوا. نخليكم مع اللقطات ليري جو. نتمنىكم تكونوا فهمتوا من هذا الفيديو هذا، ونتمنىكم اي واحد شاف هذه اللعيبه يقدر يديرها ويكونوا كاملين بروفات يكونوا كاملين كنضربوا لها الشوط كما شفتوا. نعز بكم نعز بناسكم، شكرا اي واحد كمل الفيديو حتى لهنا، ونتمنىكم تكونوا فهمتوا مزيان. فاللي ما فهمش شي حاجه يقول لي في كومونتير غنجاوبو ونوريك كيفاش بلي يمشي عندي الانستغرام كاين تحت في الديسكريبشن. نعز بكم نعز بناسكم. المهم دابا نخليكم مع اخر حاجه اللي نخلي لكم في هذا الفيديو هذا اللي هي واحد وان فيس وان ضد واحد، غيوريكم كيفاش كيتحكم داك الكونترول. بما انكم نتوما كملتوا الفيديو غيوريكم كيفاش غيتحط داك الكونترول واحد وان في اسمه اربانه ديال بصح ليغو. كان معكم كيزوكي جيمر في هذا المقطع الرهيب، كنشكروا هذا خونا هذا راه مبديها ومصباح وكيلعب. كان معكم كيزوكي جيمر في هذا المقطع الرهيب، عزبكم عزبي ناس وباي باي.